سلام الله عليكم. الممثل محمد الخيار يرجع للساحة الفنية بقوة وبهذا العمل الجديد خبر اعتقال أميمة بعزية والزوج ديالها، وهي كتخرج بعض التعليق وهاش انه عملت. اما الفنانة نرجس الحلاق خرجت نيشان ونكرت عائلتها واعتبراتهم ميتين، ولكن علاش؟ خبر الموسم، انفصال سارة أستيري وعبد الله أبو جاد. الفنانة المغربية سعيدة شرف كتنشر صورة هي والحماس ديالها وكتعوض الشاب بلال في حفل التفاحة. وزير فرنسي دخل طول وعرض في المحكمة الأوروبية بسبب المغرب وهاش انه قرر. اما ايمانويل ماكرون مجي المغرب وهيجي في يده غواصة مصنوعة خصيصا للمغرب. ايوا هانتوما فرنسا كتساعد باش تعلن على المفاجأة. المدرب الوطني المغربي وليد الركراكي فرحان بالاداء ديال المنتخب المغربي، وهادشي اللي قال على اللاعب الياس بن صغير. الحلقة اليوم واعرة، ويلا شجعونا باللايكات، راه والو ما كتفعلوش بالصراحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، ودائما جديد الأخبار الحصرية. فقط عملوا لنا لايك وخليوا تعليق تحت الوصف. بلا ما نطول عليكم، كمدوا الحلقة دائما بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تساءل جمهور الكوميدي والممثل المغربي محمد الخيار عن مشاركته في أعمال فنية مستقبلية، خاصة بعد غيابه عن السباق الرمضاني الماضي لأول مرة. وفي تصريح لأحد المواقع الإلكترونية كشف محمد الخيار أنه سيدخل في غمار مجموعة من الإبداعات الفنية الجديدة السنة المقبلة. وأكد الخيار أنه شرع في تصوير مسلسل فني جديد من 30 حلقة من إخراج أيوب الهنود وإنتاج حمود الجميع ومعاد غاندي لفائدة القناة الثانية. ووجه محمد الخيار تحية للمخرج الهنود قائلا: بغيت ندير هاد التحية وهذا الاعتراف وهذا التفسير للمواطن المغربي وكذلك بعض الزملاء والمنتجين المغاربة على أن أيوب الهنود ما جاش من والو. خالو وخالته من أفضل الناس في الإبداع السينمائي والدرامي. خالته هي فاطمة بوبكدي وخالو إبراهيم بوبكدي، هاد الناس اللي تحفوا في مجموعة من الأعمال وساهموا في إشهار مجموعة من الفنانين في بدايتهم. كما عبر الخيار عن سعادته الكبيرة لتفاعل الجمهور المغربي مع الشريط التلفزي الجديد الشريحة، وتقدم بخالص الشكر للأيادي التي اختارت موضوع الفيلم ولكل من ساهم في إنجاح هذا العمل. وقال الكوميدي في تصريحه للمجلة إنه بصدد تصوير اللمسات الأخيرة للموسم التاسع من برنامج ستاند أب للكشف عن مواهب كوميدية جديدة. استمعت المصالح الأمنية بمدينة فاس يومي الأحد المنصرم للفنانة الشعبية أميمة بعزية وزوجها مراد مرجان على خلفية خلافهما مع حارس أمن بأحد مستشفيات المدينة. وفي هذا الصدد نفت المغنية أميمة بعزية في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية الأخبار التي تم الترويج لها بخصوص اعتقالها وزوجها مراد بتهمة الاعتداء على حارس أمن، مشيرة إلى أنه تم الاستماع لها فقط كشاهدة. وعن تفاصيل الواقع قالت بعزية: الحديثة وقعت لرجلي حيث هو اللي كان سايق الطونوبر، ولكن السيد حارس الأمن قال أنه أنا كنت سايقة وبغيت نقتله ثم الرجلي واتي كامل حيث أنا مشهورة. وأشارت الفنانة الشعبية أميمة بعزية إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية ضد من قام بالتشهير بها وتلفيق التهم لها، مؤكدة أنها وضعت شكاية لدى وكيل الملك وصرحت: طيح لي الباطل، حسبي الله ونعم الوكيل. خرجت الفنانة والمؤثرة المغربية نرجس الحلاق بتدوينة مؤثرة عبرت من خلالها عن خيبة أملها الكبير في عائلتها والجرح العميق الذي خلفته لها. وأوضحت الفنانة من خلال التدوينة التي نشرتها على حسابها الشخصي بالإنستغرام أنها لا تسعى للشهرة أو للفت الأنظار عبر تصريحاتها، بل أرادت إيصال إحساسها العميق بالألم والخيانة، قائلة: ملي عائلتك يكذبوا ويبيعوا كذبهم بالفلوس عرف أن الدنيا سالت وما بقى خير، والله وحياة بناتي فنة ورحمة ما باغاش يبوز. وأشارت الحلاق التي فقدت والدها في السابق إلى أنها شعرت بفقدان والدتها وإخوتها أيضا رغم أنهم لا زالوا على قيد الحياة، مطالبة من متابعيها تقديم واجب العزاء. وكتبت بهذا الخصوص: أنا من البارح كنت يتيمة الأب، وليت يتيمة الأب والأم والإخوة، كلهم ماتوا بالنسبة لي، لا سامحهم الله ولا عفى عنهم، وإن لله وإن إليه راجعون فيهم واحد بواحد. هل فعلا انفصلت سارة أستيري عن عبد الله؟
أثارت المؤثرة المغربية سارة أستيريا الشكوك حول علاقتها بزوجها المستشار التربوي عبد الله أبو جاد بسبب عدم ظهورهما معا منذ فترة طويلة. وزادت هذه الشكوك عندما شاركت سارة ستوري على حسابها في الإنستغرام على أنغام أغنية الطفلة البريئة للفنانة المغربية جنات مهيد. ويتحدث موضوع الأغنية عن امرأة تحررت من قيود زوجها وتمردت عليه. هذه الكلمات جعلت المتابعين يتساءلون إذا كانت سارة تعبر عن مشاعرها الخاصة وتلمح إلى وجود خلافات كبيرة مع زوجها. وتبقى طبيعة العلاقة بين سارة أستيري وعبد الله أبو جاد غامضة لحين خروج الطرفين بتصريحات رسمية. في خطوة مفاجئة شاركت الفنانة المغربية سعيدة شرف لأول مرة صورة تجمعها بحماتها السيدة زهرة والدة زوجها. وحظيت الصورة التي نشرتها سعيدة شرف عبر خاصية أستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام تفاعلا كبيرا من متابعيها. وعلقت سعيدة شرف على الصورة بعبارة ملؤها المحبة والاحترام قائلة: صورة تجمعني بأم زوجي حماتي الغالية الحاجة زهرة الله يحفظها. هذا التعليق يعكس مدى التقدير والاحترام الذي تكن سعيدة شرف لحماتها، وهو ما نال إعجاب متابعيها وأثار تعليقات إيجابية كثيرة. أعلنت الفنانة المغربية سعيدة شرف يومها الثلاثاء عن انضمامها لقائمة الفنانين المشاركين في النسخة الرابعة ملتقى الوطني للتفاح بميدلت، والذي ستنطلق فعاليته يوم 17 من أكتوبر الجاري. ونشرت الفنانة البوستر الرسمي للملتقى على حسابها الشخصي بالإنستغرام أرفقته بتعليق جاء فيه: ناس ميدلت العزاز، لأول مرة نلتقي مع جمهوري في مدينة ميدلت، كونوا في الموعد نشط مع بعض في سهرة ولا أروع مع ألمع النجوم. ومن المقرر أن تختم شرف فعاليات الملتقى في 19 من أكتوبر، إذ ستعود الفنان الجزائري الشاب بلالة الذي كان سيشارك فيه بنفس التاريخ. وجاء التخلي عن الشاب بلالة إثر الحملة التي شنها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضدها بسبب تصريحاته التي وصفت بالمسيئة للجنسية المغربية. دعا النائب البرلماني الفرنسي في البرلمان الأوروبي تيري مارياني إلى الإسراع بانعقاد لجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان الأوروبي لمناقشة القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاق الصيد البحري والفلاحة مع المغرب. وقال مارياني الوزير الفرنسي السابق في تدخل له داخل البرلمان الأوروبي نشره على حسابه بموقع الإكس أنه يجب أن تنعقد لجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان الأوروبي بشكل عاجل لتناول الكلمة في القضية في أقرب وقت ممكن لاستعادة العلاقات مع المغرب الشريك الاستراتيجي. هذا وكان ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل قد جدد الاثنين التأكيد على القيمة الكبيرة التي يولي الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية مع المغرب. وقال جوزيف بوريل خلال ندوة صحفية قدم خلالها خلاصات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي المنعقد بلوكسمبورغ إن الدول الأعضاء 27 ترغب في تعزيز الشراكة التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي، وهي شراكة واسعة النطاق طويلة الأمد كثيفة وعميقة. وأضاف قائلا: لقد أقمنا علاقات ودية وتعاونا متعدد الأوجه مع المغرب، ونأمل أن نستمر في مواصلتها وتعزيزها خلال الأشهر القادمة، مشيرا إلى أن وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي أخذوا علما بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. من جانب آخر، جدد رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي التأكيد على مضمون البيان المشترك الذي أصدره مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين، والذي تم من خلاله تجديد التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. وخلص إلى القول: بالتعاون الوثيق مع المغرب يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز هذه العلاقات والحفاظ على هذه الشراكة في كافة المجالات. نشرت صحيفة لا تريبون الفرنسية أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى المغرب أواخر شهر أكتوبر الجاري
قد تشهد صفقة شراء المغرب نحو 18 طائرة هليكوبتر فرنسية من طراز كاراكال، وصفقة أخرى تتعلق ببناء أول غواصة بحرية للمغرب. وذكرت الصحيفة وفق مصادرها أن زيارة ماكرون إلى المغرب قد تمنح شركة إيرباص المصنعة لمروحيات كاراكال فرصة لبيع ما يتراوح بين 12 و 18 مروحية للرباط. وأضافت أن زيارة ماكرون إلى المغرب قد تحمل ملفين هامين، أولهما متعلق بالغواصة البحرية والثاني بصفقة مروحيات كاراكال. وسبق أن كشف مصدر مطلع لأحد المواقع الإلكترونية أن الرئيس الفرنسي سيبدأ زيارة رسمية إلى المغرب يوم الاثنين 18 من أكتوبر الجاري. وكان قصر الإليزية قد كشف لوكالة الأنباء الفرنسية أن إيمانويل ماكرون سيزور المغرب آخر الشهر دون تحديد التاريخ، وسيلتقي ماكرون بالملك محمد السادس، كما سينظم على شرفه مأذوبة عشاء. ولم يتأكد بعد إن كانت زوجته بريجيت ماكرون سترافقه في هذه الزيارة أم لا. كما ينتظر أن يلقي الرئيس الفرنسي خطابا أمام البرلمان المغربي كما فعل الرئيس السابق فرانسوا هولندا في 2013 للإشادة بالعلاقات الثنائية وطي صفحة الخلافات التي اثارت علاقات البلدين في الآونة الأخيرة. إيمانويل ماكرون برمج أيضا للقاء مع فعاليات اقتصادية فرنسية بالمغرب، كما ينتظر أن يتم توقيع اتفاقيات غير مسبوقة بين البلدين تهم الأقاليم الجنوبية للمملكة. قال الناخب الوطني وليد الركراكي يوم الثلاثاء بوجدة إن اللاعبين الجدد الذين تم استدعائهم لخوض مباراتي جمهورية إفريقيا الوسطى في إطار تصفيات كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025 قدموا أداء جيدا مع النخبة الوطنية. وأوضح وليد الركراكي في مؤتمر صحفي عقب المباراة أمام منتخب إفريقيا الوسطى 4-0 أن رضا باللحيان وأسامة الصحراوي ويوسف بالعمري وجمال حركاس تأقلموا سريعا مع المجموعة، مضيفا أنهم تركوا انطباعا جيدا وسيكون لديهم الوقت الكافي للتطور بشكل جيد مع العناصر الوطنية. وعند تعليقه على أداء إلياس بن صغير قال الناخب الوطني رأينا أن هذا اللاعب الذي اشتغلنا معه كثيرا قد قدم مستوى كبير، مضيفا أنه أدى مباراة جيدة من خلال الاختراق من العمق، لديه الكثير من المميزات وسوف يكون له شأن كبير مع المنتخب المغربي، نحن محظوظون لاستعادته للانضمام إلى صفوف المنتخب المغربي. وبخصوص لاعبي منتخب إفريقيا الوسطى قال الركراكي إنهم جيدون على المستوى الهجومي ومنضبطون تكتيكيا، موضحا أنه كانت لدي مخاوف بشأن مباراة الإياب أمام إفريقيا الوسطى، لكن العناصر الوطنية المغربية أدارت اللقاء بشكل جيد. وأشار إلى أن المنتخب الوطني ترك الكثير من المساحة في الخلف عندما كان في وضعية الهجوم، نحن نكتسب مزيدا من اليقين مع خوض مزيد من المباريات، الأهم هو إيجاد التوازن بين الاندفاع الهجومي لتسجيل الأهداف والحضور الدفاعي حتى لا نتعرض للمفاجآت في الهجمات المرتدة. وبفضل هذا الفوز الجديد على جمهورية إفريقيا الوسطى عزز المغرب موقعه في صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، متفوقا على كل من الجابون صاحب المركز الثاني 7 نقاط ومنتخب إفريقيا الوسطى في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما تتدين لسوتو الترتيب بنقطة واحدة. يذكر أن المنتخب المغربي سيحل ضيفا على نظيره الجابوني بتاريخ 11 من نوفمبر المقبل لحساب الجولة الخامسة، في حين ستستضيف لسوتو جمهورية إفريقيا الوسطى. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الموجز، شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.